يوم يقول في بيت من ضمنهم يقول لا إله إلا الله يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها والكوثر العذب زقوما وغسلينا إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم في موقف الحشر. موقف الحشر اللي الكل يقول نفسي نفسي، فهو من زود يعني كأنه يقول من زود حبي لك إني فرحاني بلقاك هناك. وش هناك موقف الحشر اللي كل نقول نفسي نفسي، هذا شدة الحب. وقبلها يقول يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها والكوثر العذب زقوما وغسلينا، يعني جنة الخلد أبدلنا بسدرتها والكوثر العذب زقوما وغسلينا. يا ناس تكفون شبه كانوا على يعني على وفاق وعلى حب وعلى وصل بينهم في الجنة، جنة الخلد. يا جنة الخلد أبدلنا بسدرتها والكوثر العذب زقوما وغسلينا. عد طويلة كأننا لم نبت والوصل ثالثنا والسعد قد غض من أجفان واشينا. حالت لفقدكم وأيامنا فغدت سودا وقد كانت بكم بيضا ليالينا. إذ جانب العيش صهر من تألفنا ومربع اللهو يصافي من تدانينا، أو زي كذا والله ناسي. طويلة هي جبارة جدا جبار. هذه قصيدة هزت الأندلس. ذكر علينا يقول وظف، مو بأول شاعر يعني. أنا قد طرحت سؤال في السناب، هل هو أول شاعر وظف مفردات قرآنية ولا لا؟ لكن شوف يقول زي ما قلت لك في جنة الخلد أبدلنا بسدرتها والكوثر العذب زقوما وغسلينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا. انت ايش اصابتك؟ سببها تمزق سببها في رمضان كورة، ما جتني اصابة سبحان الله. لذلك من سنين لا ما جاني ثرثة رجلي تكرم على وراء طق واطيح. سمعت صوت طقة؟ يا رجل قبل صوت طقة انا العب في محور العب، وفي الجالسين جمهور برا ينتظرون خلاص يلعبون بدالنا بعدنا، فيعني نتقابل نلعب معهم احيانا قد بعضهم يعرفني. لعب كوره وراي واحد طويل وانا قصير يابس عتير، ويجي حظ علي وحظ حظ جسمي يابس ما اقدر ياخذها مني. طلعت اوت، لعبنا اوت وحظن وحظن عليه ما اقدر ياخذها مني طويل. فجاء الثاني اثنين حظن علي وحظن فطح هذا ثم طح ذا. شفت؟ اي هم ما قالوا واحد، واخذت فاول ولعبتها وانا لاف برجع اسمع واحد قال يا اخي معجب ذا زي كذا. ولد فتى بشوف منهم ما ادري منهم الموجودين. قعدت اكمل كره بنفس اللحظه اوت، رجعت علينا شوتها طويل مرمانا في اقل متاكد اقل من 3 دقائق، وارجع انا ركني علينا كذا ها، فارفع لفت ورا كذا وارفع رجلي طق طقتين اللي طايح. أتذكر ذاك اللي قالها ابن الذين.